أجنين أجنين هل ما زال فيك مخيم أم غاله من قلب حضنك مجرم؟ أين الأحبة أين أحلام الصبا بين الأزقة ما لها لا تبسم؟ أترى أصابك في الظلام زلازل فجميع ما في الذكريات مهدم؟ صمت رهيب حل في أحيائنا لا إن سيهمس هاهنا ويتمتم. انظر تحقق واستمع ذا صارخ أناته تحت الركام تلعثم. لا يستغيث ولا مغيث يغيثه ذي طفلة أشلاؤها تتكوم. ماء يسيل من الأزقة أحمر صبغت مساربه الجماجم والدم. ذا فارس بدمائه متسربل حضن السلاح وجسمه متفحم. يده تشد على الزناد تقولها لا نصر إلا بالجهاد. ألعلم فعدونا وحش لئيم غادر وسوى الرصاص معبرا لا يفهم. هل جاءكم نبأ المخيم حينما التحم العدو بكل ويل يهجم؟ والطائرات من السماء لهيبها والأرض دباباتها تتقحم. قلبت صواريخ اليهود مخيم بركان نار باللظى يتجحم. دول العروبة ستة أيامها ومخيم الشهداء لا يستسلم. أعلامها قد نكست وتقهقر علم المخيم شامخ لا يهزم. فاسأل مخيمنا وسائل فتية صاد اليهود فرائد ومقدم. ورئيس أركان العدا متحير ووزير حربهم غدا يتلوم. عن أي حي في المخيم أعلم؟ عن أي زاوية بها سأترجم؟ عن جورة الذهب التي حرقوا بها طفلا غدا من ثدي أم يحرم؟ أم حارة الدمج التي قطعوا بها أوصال شيخ بالمشيب يلعثم؟ وعلى الحواشين التي خنقوا بها بنتا على طعم القذائف تفطم؟ أم ساحة كالصدر في أجسامنا والقائد المغوار فيها يعدم؟ يا يوسف الريحان يا بطل الوغى سفر البطولة بالشهادة يختم. يا جندلا صلبا وفوق متونه جيش الصهاينة اللئام يحطم. أوصل لقيس شوقنا وسلامنا يا نورسي فؤادنا يتألم. حفل الكرام بعرسكم فهناك أطيب بالكريم وأكرم. ويظل يسكن في القلوب بفقدكم إلا لهيب إلا لهيب الحقد فيهم يضرم. هل بعد تشريد الأحبة حسرة من هولها نطق الرثاء الأكرم؟ أتشرد الأخوات في ليل الدجى ويطيب عيش في الحياة لمسلم؟ هل بعد تشريد الأحبة حسرة من هولها نطق الرثاء الأكرم؟ أتشرد الأخوات في ليل الدجى ويطيب عيش في الحياة لمسلم؟ انظر أخي ذا أحمد في عينه أمل الحياة وأنفه لا يرغم. يده برغم الهدم تحمل راية فيها الدليل لدربنا والمعلم. وعلى جوانبها لمحت عبارة بين الركام مضيئة لا تعتم. صبرا وشاتيلا وقانا أنبتت بجنين شبلا بالصمود يحزم.